محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، والطموحات عالية في هذه المواجهة، نتمنى بأن ترتقي هذه المباراة لمستوى التطلعات، الإثارة حاضرة هنا كالعادة، الأجواء مثالية لكرة القدم، كل شيء معد لمشاهدة مباراة كبيرة. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، سون هيونغ، فرصة لوضع الكرة في الشباك، تضرب العارضة واللعب مستمر، الله على التصدي من كورتوا. أمام مساحة في هذه اللحظات، تسلل موجود هنا بالتأكيد، جرانيك تشاكا، بتروح إلى لوكا، هيرنان كريسبو، ملعوبة إلى دي بروين، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، مستحيل، إذا أردت أن تقضي على أحد عليك بالضربة الأولى، وأي ضربة أولى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. لوكا مودريتش، خطيرة لكريستيانو، محمد صلاح، بتروح إلى لوكا، كرة تصل لصلاح، محاولات من صلاح لدعم الهجمة، وينتهي التهديد بعد تدخل حاسم هنا. كريستيانو رونالدو، تغيير في الاستحواذ، فاول على ريال مدريد، لوكا مودريتش، رافائيل لياو، يقترب الشوط الأول من نهايته، تقدم غير حاسم في النتيجة بالتأكيد يلقي بظلاله على مجريات هذا الشوط، مباراة واضح بأنها صعبة والتحكم فيها سيكون من خلال معارك وسط الملعب، مهم جدا التوازن الدفاعي أيضا مع الرغبة الهجومية في محاولة تعزيز التقدم بدون اندفاع غير محسوب. والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا، دخلنا الآن إلى الشوط الثاني، ريال مدريد يتأخر بفارق هدف وعليه أن يظهر ردة فعل قوية في هذا الشوط. ووكر، كرة مع كامافينجا، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة، مستحيل، الكرة في المرمى، هدف التعادل من نصيب المرينج ريال مدريد. راح نشوف إعادة الهدف واللي بدأ بكرة عرضية مثالية لتأتي بعد ذلك الرأسية بشكل رائع والكرة بتروح إلى داخل المرمى. هدف تعديل الكفة، التعادل إيجابي 1-1. دي بروين، الكرة تصل لثيو هيرنانديز، وصلت إلى سون، لوكا مودريتش، قد تشكل خطورة لخط الدفاع، ممكن التقدم في هذه اللحظات، الكرة في المرمى، يسجل ويتقدم في النتيجة من جديد. والآن نشاهد الإعادة، شوف كيفية التواجد مهم في المكان المناسب، تتمركز صح تسجل هذه الأهداف بكل سهولة. ريال مدريد يجري تغييرين مرة واحدة، يعود اللقاء مرة أخرى مشاهدينا، لكن ريال مدريد مطالب بتعديل النتيجة. تشاوميني، ملعوبة إلى كايل ووكر، انطلاقة قوية هنا مشاهدينا إلى الأمام،
لكن خلاص انتهت، كان هنالك فشل في استغلال الفرصة. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، الكرة في المرمى، يسجل الثنائي اليوم ومن حقه أن يحتفل كيفما يشاء بما يقدم في أرضية الملعب. نشوف الهدف مرة أخرى، تمركز رائع هنا من هذه المسافة القريبة أمام المرمى، لا يمكن إلا أن تضع الكرة في الشباك بكل تأكيد. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. والآن نعود مرة أخرى لنقطة البداية مع هذا التعادل في لقاء مليء بالتحولات والمتغيرات. بكرها الصح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. والآن مع رافائيل لياو، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. جوناثان الآن مع مودريتش. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. ريال مدريد لا يستسلم، يحاول الفوز في المباراة في الدقائق الأخيرة. فرصة للتقدم في المباراة. يا رب الكرة في المرمى، هدف من لاعب استثنائي في توقيت استثنائي قبل صفرة الحكم بثواني. نشوف الهدف مرة أخرى، نشوف الإثارة من جديد، نشوف السيناريو القاتل في اللحظات الأخيرة. هدف الفوز يسجل على نار هادئة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد. وتنطلق في هذه الأثناء الصافرة وتعلن عن خسارة أصحاب الأرض والجمهور لمباراة اليوم. خسارة صعبة وقاسية، الأمور كانت متقاربة في الملعب، لكن التفاصيل هي من حددت المنتصر في مباراة اليوم.